النادي الأهلي بيتلقى الهزيمة من سان داونز 5-2 في ماتش للأسف كان مهزلة. مهزلة بقى من الدفاع، مهزلة من حراسة المرمى، مهزلة من خط النص، مهزلة من الهجوم، مهزلة من الدكة اللي بره، مهزلة من المدرب اللي كان موجود معانا للأسف ومش معانا. مهزلة بكل المقاييس، هزيمة مشارك فيها كله من رئيس النادي لغاية آخر واحد في النادي. حارس مرمى مش عارف يصد، حارس مرمى مستواه مهزوز بقاله كام ماتش، بقاله كام موسم ماتش حلو واربع خمس ماتشات وحش. دفاع مهزوز، دفاع ميلعبش في تانية ابتدائي. دفاع الاهلي النهارده كان اي كوره بتعدي منه بتخش فيه. حارس المرمى النهارده اي كوره بتتشاط عليه جون. خط النص النهارده ضايع، ما الا قندوسي يعني هو اللي كان بيحاول شويه، لكن لا ديانج بيلعب ولا تلاقي حتى يعني علي معلول مستواه رايح، هاني مستوى رايح، مين يا جماعة هيفضل لنا؟ تاو يعني النهاردة كان هو بيعمل يعني بيعلم على قفا فريقه القديم بمعنى أصح. تاو مستواه ضايع بقاله فترة، كان الماتش ده والماتش اللي قبليه رجع بيحاول. محمد شريف دخل جون وبيحاول. النهاردة اللي كانوا بيلعبوا هو القندوسي، محمد شريف، تاو، غير كده كل الفرقة ضايعة، كل الفرقة ضايعة، مفيش حد بيحاول، مفيش حد بيسترجل في الملعب للأسف بقول كده. وكل اللعيبة دي على دماغي من فوق، بس في استهتار، في مفيش خطة، مفيش عزيمة في الملعب إنهم عايزين يكسبوا وعايزين يحققوا انتصار، من غير حتى ما المدرب يقولك أو يعمل تكتيك معين. أنت كمدافع مينفعش الكورة دي تعدي منك، أنت كحارس مرمى مينفعش الكورة دي تعدي منك خالص. مينفعش اي كره من دي هتعدي منك. الكوره دي فكرتنا بكره الوداد، انت واقف بتتفرج، واقف بتتفرج على الكوره اللي بتخش فيك، ده حتى مفيش اي محاوله عليها. كده جون، كده جون، كده انت عم واقف بتصدر رأس فرح. مش معقوله يا شناوي، مش ما بتطلعش منك، ما تطلعش من قائد لفريق النادي الاهلي، ما يستاهلش منك كده. النادي الاهلي ما يستاهلش منك كده، جماهير الاهلي ما تستاهلش منك كده. النهارده الخساره الكام دي للاهلي؟ سان داونز يا جماعه ايام فايلر وشفنا كانت عامله ازاي، وكانت من اقوى الفرق على فكره ايام موسيماني شفنا عامله ازاي. تعادلت معاهم، خسرت منهم، لكن ماتش وماتش مع فايلر كسبناهم، وكسبناهم في دارهم كمان. فانت النهارده ما يعني بتتكلم عن ايه؟ مش هنلوم مدرب على كل حاجه، المدرب ده اول سنه ليه في افريقيا، اول سنه ليه، طبيعي يحصل فيه اللي يحصل، طبيعي يستقبل فيه اللي يستقبل، لكن اللعيبه نفسها دي الموسم الكام ليكوا في افريقيا؟ انتوا كسبانين افريقيا قبل كده مرتين وداخلين كاس عالم، يعني بتقابلوا كل المستويات. يعني المدرب اللي معاكوا ده لو حتى ما بيفهمش في افريقيا، انتوا نفسكم المفروض يعني تمشوا نفسكم في الملعب، ما انتوا فاهمين كل اللي فيها، فاهمين كل اللي في افريقيا عاملين ازاي. كمستوى المتردد ده مش هينفع خالص في افريقيا الفتره الجايه، انت لازم تكسب الماتشات الجايه كلها. وانا يعني مش عارف الصراحه، مش حاسس ان احنا خلاص كده ممكن نكمل في افريقيا، ولكن يعني لعل وعسى، يعني اتمنى انك تعملوا اللي عليكم بقى في الماتشات اللي باقيه دي، واتمنى بجد ان مستر كولر يعني يركز اكتر، وفريق المحللين بتوعه يركزوا اكتر كمان، عشان خاطر الماتشات الجايه محتاجين نكسبها، مش هنحتاج ان احنا نخسر من القطن الكاميروني في كاميرون، ولا اننا نخسر على من الهلال في ارضنا هنا. محتاجين نفوق شويه، محتاجين ناخد موقف يا مجلس اداره من بدري جدا، من بدري جدا بنقول لكم الاهلي محتاج حارس مرمى، الاهلي محتاج مدافعين، الاهلي محتاج مهاجمين. مفيش انتوا بالنسبه لكم
كلام الجماهير عدم، ما بيتسمعش. بنسمع يعني ناس كبيرة في السن لناس خلاص عد عليها الزمن وعلى جيلها الزمن، وبنسمع كلامها لغاية دلوقتي في جيل شباب، جيل في التلاتينات والعشرينات. مينفعش، انت لازم تاخد من نفس مستوى التفكير ونفس مستوى الأداء واللعب. مع احترامي لكل الأساطير اللي موجودة، مع احترامي لكل الناس الكبيرة اللي موجودة في السن، ولكن فريقنا فريق شباب، تلاتينات عشرينات، محتاج تفكير شباب، محتاج تفكير بروفيشنال شبابي يقدر يتعامل مع الموقف اللي بيحصل. اتمنى بجد الفترة الجاية يكون فيها مبدأ تغيير. اتمنى الفترة الجاية ان احنا نركز مع الصفقات اللي جاية نتعاقد عليها من دلوقتي، من دلوقتي يا جماعة.